يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله. يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. الحمد لله الذي وفقنا في هذه الأيام المباركة، أيام ذكرى ميلاد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، أن نجتمع في هذا الجمع الطيب المبارك ونقرأ كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد الترمذي، وكذلك كتاب المغازي، مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، للإمام أحمد البدوي بن محمد الشنقيطي، وأجازنا فيها فضيلة الشيخ أحمد الحسن الشنقيطي فجزاه الله عنا خير الجزاء. ونسأل الله عز وجل أن يقيمنا دائما على السنة، وأن نكون من محيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام. محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكن وربما تبسم معهم صلى الله عليه. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الله مالك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشعر أشعر كلمة تكلمت بها العرب، كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فيما قد رسمت هادينا ورسول الله ورسول الله. وقلوب أبدا لا يكفي يا نور الآه إلا إن هجري طال، يكفي يا نور الآه إلا إن هجري طال، سيدي ذا العمر ولا جد بالوصل جود، سيدي والعمر ولا جد بالوصل يجود. اليوم كما طينا لرسول الله، لرسول الله. يا غرب سيسطعكم نور قد أشرق فوق روابينا، لن يبقى الإسلام سجينا يا رسول الله، يا رسول الله. غزوات النبي صلى الله عليه وسلم نظمت وألفت فيها كتب مستقلة، لكن هذا النظم يعتبر من أجود الأنظام ومن أحسنها، لم يترك فاذة ولا شاردة ولا واردة من
غزوات النبي صلى الله عليه وسلم إلا تكلم عليها بأسلوب سهل ممتنع. رسول الله شلت أيد بتماديها قد حفرت قبرا يحويها بما قد رسمت هادينا ورسول الله ورسول الله وقلوب أبدا لا تنسى من أصلحها فغدا ترسى سهما رمحا سيفا قوسا برسول الله. يا غرب اعتبر بماضينا كم دسنا رؤوس عادينا وسنمضي اليوم كماضينا لرسول الله لرسول